ارجوكي طمنينا، دول بقالهم جوه اكتر من 7 ساعات. والله يا هانم انا بساعد بس، سياده الوزير وطاقم المستشفى كله جوه بيسابق الزمن، بس الله اعلم نخلص امتى. عن اذنك. رضوى. نعم يا امي. روحي شوفي هبه حبيبتي، واول ما تقوم بالسلامه طمنيني. اي يا امي بس ازاي يا سيدي؟ وجودك ملوش اي لزوم دلوقتي، ولازم يكون في حد مننا جنب هبه. يلا حبيبتي او بابا وحسام اخرجوا بالسلامه، انا هاجي اطمنكم. ماشي يا امي حاضر، شوفيه بعد اذنك. باسم. بلا شاطره واحده تانيسه، دي ست كبيره وما تستحملش اللي بيحصل. وبقى هات هدوم نوم لاخواتك ومرات اخوك. حاضر. الدكاترة شالوا كل الرصاص اللي اتضرب عليه من جسمه، بس نتائج العملية ومرور مرحلة الخطر مش هتبان دلوقتي. ربنا معاه. صعب. ربنا يسر لها وجابت ولد. الحمد لله. طب ممكن ادخل اطمن عليها؟ اتفضلي اتفضلي. شكرا. ألفت، انا عارف ان اي كلام هيتقال دلوقتي قدام اللي حصل ده كله مش هيبقى ليه اي معنى. انا مش هكلمك على الموقف الخطير اللي بتواجهه المجموعه والانهيار السريع اللي ممكن يحصل لها لو حسام الله يرحمه كان اكتر من ابني، وانت عارفه كده كويس. ربنا وحده اللي عالم بالجرح اللي جواه قد ايه. بس دي العيله يا ولد، العيله اللي سعد الدالي عاش حياته كلها يحارب عشان يبقى ليها كيان. صدقيني لو كان سعد سمعنا دلوقتي وحاسس بينا اكيد كان هيقول لك لم ليلى وحافظي عليها. انا كمان عندي خبر ما يحتملش التأجيل،
يستلزم مننا كلنا نتعامل معاه بسرعه. سامعك يا رفي. رئاسة الجمهورية اتصلت ورئيس السادات في طريق المستشفى بعد دقايق. زي ما قلت لك يا ولد، زي ما قلت لك دي العيلة، ولازم نحافظ على الكيان اللي عمله ساعة التالي. صفوت، ورق الجمارك المضروب يكون عندي قبل طلوع النهار، ومن بدري تطلع على اسكندريه تمشي كل شيء قانوني، والا بشرفي محدش هيصدر لك غيري. ده شغل مصنعي وشركتي، ودول ملكي انا، عاملهم بحر مالي. ولما الحكايه كده، ليه سميت شركتك باسم العيله؟ ليه خدت الشعار بتاعنا وعملت فيه تغيير بسيط محدش ياخد باله منه الا لو دقق كويس؟ اسمع الكلام يا صفوت يا اخويا وما تقفلش دماغك، سعد قلبه على مصلحة العيلة. العيلة العيلة العيلة، فلقتونا بحكاية العيلة وكبير العيلة دي. ليه مش عاجبك يعني؟ خلاص انت حر، بس بعد كده ما تطلبش مساعدتي ولا حمايتي. خبر ايه يا سعد؟ انت حزن لنا بعلاقاتك؟ الله الله الله، وبعدها لك يا صفوت. عن اذنكم يا جماعة. استني يا ولفت، انت عضو مجلس إدارة وليكي شركاتك، وانت بالنسبة للعيلة دي عمود كردان. اغز الشيطان ولم نفسك بقى، ما تعتقوني وتطلعوني من دماغكم. اسمعوا، انا هشتغل زي ما انا عايز، ولو اتلطيت انا اللي هشيل الموضوع كله على دماغي يا احمق. اسمع يا صفوت، اي شوشره على اي داري مننا بتسمع في السوق، واحنا لسه بنفتح سوق في البلاد العربيه، ومين عارف يمكن الكام سنه جايين نفتح سوق في امريكا وفي اوروبا. حاسب حاسب حاسب. شويه شويه هتطلعنا القمر والمريخ. جوزك خاله واسع قوي يا مدام، وانا طول عمري بصدقه وعمره ما خذلني يا صفو. ما تفهم بقى يا اخي، من مصلحتنا يا ابن الناس ان احنا نفضل ايد واحده وقلبنا على بعض، حتى لو مش شركة. بذمتك لعبك في الجمارك والبوالس هيوفر لك كام؟ انت مالك، مالكش دعوه، بلاش شغل العيال ده وجاوبني. في حاجه في الدنيا تستاهل انك توسخ اسمك وتنزل في نظر ابنك؟ خلاص يا سعد، ما تضغطش عليه اكتر من كده. ما تجاوبني يا صفو. ما بلاش يا سعد، بلاش حكاية الشرف دي، على الأقل ومراتك قاعدة. ليه؟ أنا طول عمري قدامها كتاب مفتوح، وتعرف عندي صغيرة قبل الكبيرة. طب تعرف عنك، أنت عملت الفلوس بتاعتك دي إزاي؟ كمل يا صفوة أنا سامعك. يكمل قول ايه يا سعد؟ هيقول ايه؟ ده ملوش لزوم، دي حكايه تافهه ومتلفقه، وكلنا عارفين ومتاكدين انها كذب في كذب. اخص عليك يا فوزي، اخص بقى، عشان تنافق ابن عمك تطلعني انا وابوك كدابين. انت بتقول ايه انت؟ اتجننت ولا بتخرف ولا شارب حاجه ولا ايه حكايتك بالظبط؟ انا قايم. اقعد يا صفوت، مش هتمشي غير لما اجيب كل اللي في جوفك. هقعد يا سعد وهقول مش هخاف. من زمان واحنا في البكالوريا عمي ابو سعد مات، ابوه الله يرحمه خد سعد معاه عشان يشتغل في المينا. كان في مرشد بيشتغل في الكنال، مرشد انجليزي. المرشد ده ضاع منه كميه من الدهب اتسرقت منه. جوزك كان شغال مع العمال اللي بيرمموا الفيلا بتاعت المرشد، اختفى يومين بعد الحادثه، ولما رجع. ما تكمل يا صفوة، ولا حكايه وقفت عند هنا. ما تقول لهم ابوك لقى الدهب في جيوبي؟ ما ترد يا صفوت. الله يخيبك يا بعيد، الله يخيبك. انا اسف يا سعد، انا اسف بجد. ألفت، صفوت مش غريب عليكي، انت حافظاه، هو كده طول عمره رطرات وغلط، ولما بيفتح في الغلط محدش بيعرف يرده خالص. يا سيدي ما تقلقش، انا عارفه كويس، وبعدين اللي اتعاشر سعد ادالي السنين اللي انا عاشرتها له، مش محتاجة محامي عشان يبرئه من أي تهمة. أنا آسف يا سعد، معلش ما تزعلش مني. ولا يهمك، ما أنت صفوت. هنعمل معاك إيه يعني؟ إنما بجد يا سعد، بجد يعني، الذهب ده راح فين؟ تاني تاني يا ابن الدالي. طب تعالى العب. ايوه اجرح بيتها، ده بيقول لك مكرونيا. حد يقول مكرونيا وانت خدها؟ اول مره اشوف حد قلدك في الليل. هو تعال تعال يا ابن الدالي، تعال العب. ايوه كل حاجه قوم ما تنعش. يلا بعد اذنك اقول اتفضل.
ألفت، أنا عايزك تتعلمي كل حاجة عشان تحافظ على حقوق الولاد لسه صغيرين. هو فوزي كويس بس لوحده مش كفاية. مش عايز لما يجرالي حاجة في يوم من الأيام الحلم بتاعي يموت. أنا عايز كيان العيلة دي يبقى أقوى من الموت. شد حيلك يا هاني، المرحوم مش ابن الواحد ده، ابن مصر كلها، في منزلة الصديقين والشهداء إن شاء الله. وأنا بأكد لكم جميعا إحنا كأسرة واحدة مش هنسيب الإرهابيين اللي عملوا العملة دي من غير عقاب. فين وزير الصحة؟ أيوة يا ريس. كل الإمكانيات اللي تحتاجها حالة سعد بيه جوه مصر بره مصر لازم تتوفر. حاضر يا ريس. نسق مع رئيس الوزراء وأي جديد لازم أعرفه أول بأول. حاضر يا ريس. انتوا بس مرادوة؟ ايوه يا فندم. ما شاء الله. شوفوا يا اولاد، بابا بطل عظيم، يا مد مصر، مصر كمان هتوفر له كل الرعاية، ولحد ما يقوم بالسلامة ويرجع بيته تقدروا تعتبرون ابوكم. قال تدالي جزء من عيلتنا الكبيرة كلنا. شدوا حيلكم. فين وزير الداخلية؟ تحت امرك يا ريس. أخبار الولاد اللي عملوا العملة دي إيه؟ إن شاء الله يا ريس.